انا باجي خميس وجمعه وسبت عشان الشغل، منعنا في الشغل ان احنا نغيب، ان احنا ناخد اجازات، ان احنا اي حاجه، بس برضو بنيجي بامر الله. انا والله ليا من قبل الجمعه بتاعت رمضان بالظبط، من يوم 28. انا هنا من قبل شهر رمضان بحوالي 4 ايام بالظبط. سبب الناس اخواتنا اللي ماتت ديت لما ورا مش ببلاش، لسه جايين النهارده. لا انا جاي النهارده والله ومستمر ان شاء الله معهم باذن الله. انا لسه نازله النهارده مع بابا، بس انا اللي انا شفته هنا مفيش حاجه اسمها ارهاب، والشهداء اللي ماتوا دولت مين هيجيب حقهم من العسكر؟ مين هيجيب حقهم غيرنا اصلا؟ والعسكر قال، هو السيسي نفسه قال لو العسكر تدخل في السياسه هنرجع كام سنه ورا، احنا مش عايزين نرجع لورا، احنا عايزين نطلع قدام. لا انا بصراحه بروح واجي، مش مقيمه يعني. بروح واجي برضه. انا بروح واجي مش قاعد على طول. العمر كله لو عايزين نقعد العمر كله هنقعد العمر كله لغايه ما ربنا ينصرنا ان شاء الله. تعدي اللي هنا مش نقعد لغايه امتى؟ انا ليا 45 سنه قاعد، لا مؤاخذه ما خدتش 44 سنه، هي السنه الوحيده اللي خدت فيها حريتي بمعنى كلمه حريه، اطلب حاجه من اي حاجه اخش اطلبها بحريه براحتي. قبل كده 44 سنه ما كانش ليا ايه معنى الحريه؟ ايه هي معنى الحريه؟ لغايه ما اموت. لغايه اخر ما يتحقق مطالب المتظاهرين ان شاء الله باذن الله. ليه لما لا نهايه؟ خلاص ما عادتش تفرق معانا والله، ما عادتش تفرق. عليك شفت حكم العسكري. انا مستعده نقعد زي ما نقعد، انا مش هيفرق معايا. العمر كله ان شاء الله، العمر كله. لحد ما مرسي يرجع. يرجع محمد مرسي ويرجع الشرعيه. ومش هنمشي من هنا الا لما نطهرهم. نتن نتن كل ما اوسخ من بعضيهم. الكلبه بتخلف كلاب، ما بتخلفش بني ادمين. نترك هذا الميدان اما سعداء واما شهداء. اما سعداء برجوع الدكتور مرسي ان شاء الله، وان شاء الله نشيله على كتافنا ونرجعه قصر الرئاسه من تاني باذن الله تعالى. ان شاء الله لما الرئيس يتمكن من سلطات الدوله، احنا قاعدين لغايه مش ان هو يرجع، لغايه ما ان هو يتمكن من مؤسسات الدوله كلها. السيسي اول حاجه، والانقلاب العسكري ده يرجع زي ما كان، ويرجع الرئيس مرسي مكانه، ويتعمل استفتاء عليه لو ارضى الشعب، وبعد كده اللي هم عايزينه احنا ننفذه مفيش مشاكل، بس الشرعيه ترجع، مش عايزين اكتر من كده. يعني عمي مات شهيد، انا عمي مات شهيد، حقه يرجع، ساعتها هروح مطمنه. انا نفسي اسالهم بس سؤال، بالله عليهم يردوا علينا، هو دفي وباي حق هم يعملوا اللي عملوه؟ هي دي الديمقراطيه بتاعتكم؟ هو ده اللي بيناشد بيها؟ انا مش شايفه دي ديمقراطيه خالص خالص خالص، واحنا غير راضيين.